نعبده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا بإنعقاد هذا البرنامج لإعداد الدعاة الدعوة إلى الله، لأن هذه وسيلة أساسية لكي نبلغ ما نتعلم. الشيء الأول، أن الطلاب ألا يحقروا أنفسهم، بل لا بد أن نعزم أنفسنا حيث قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عزمكم الله في ذلك في هذه الآية وكذلك عزمكم الرسول حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلا نحقر أنفسنا أمام أهل الدنيا بل نعزمنا لكم مكانة عظيمة مكانة عالية فهذا الله سبحانه وتعالى اختاركم لدينه الحنيف لتعلم القرآن والسنة هذه أعظم مرتبة وهذه أعظم نعمة فهذه نعمة تقتضي منا الاجتهاد في التعلم ثم بعد التعلم فقبل أن أقول هناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جد وجد هذا القول للجميع ليس هناك هذا ذكي وهذا ليس بذكي هذا يستطيع وهذا لا يستطيع كل من يجتهد أن يصل إلى مرتبة عالية فالله سبحانه وتعالى يوصله إلى هذه المرتبة والشيء الثاني أنتم رأيتم بأعينكم هناك أصحاب مراتب الدنيا وهناك مراتب أهل الدين أهل العلم العلماء الناس من يحبونه أكثر من هذه الطبقتين هل طبقة الدنيا أو طبقة العلماء أهل طبقة الدنيا يفنون أما أهل العلم
والورع والتقوى يبقون. الدنيا يفني ينتهي، أما هذا علمك إذا أنت أولا انتفاض بعلمك ثم حاولت أن يستفيد من علمك آخرون، فمن هؤلاء لا ينسونك بل دائما يذكرونك بعد موتك، أيضا يذكرونك خاصة هذه الطبقة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت تصنع الأجيال، أنت تعد الناس الذين يعملون بعلمك، ثم أناس. أنا أفكر الآن أهل الدنيا من يجد مثل هذا الأجر، مثل الله سبحانه وتعالى أعد لنا هذا الأجر. الآن أنا أنظر كم طلاب الذين درسوا منا، هؤلاء كلهم في أنحاء العالم، ليس الوقت هنا في باكستان، ليس الوقت هنا في كراتشي، وهؤلاء الآن أقاموا مراكز للدعوة إلى الإسلام. فمعنى إن شاء الله أجل هذا يصل إلينا. إنما الإنسان يموت على ما ينقتل، أما هذا تركت علما ينتفع به، هذا باق، هذا باق إن شاء الله. الآن منذ ما بدأت التدريس كم من الطلاب الآن هم يدرسون، هؤلاء يدعون إلى الله، يكتبون، أئمة، مؤلفون، فتحوا المراكز. هذا قال الطالب عندنا جوهري من ماليزيا، الآن هو من كبار العلماء في ماليزيا، من كبار العلماء. عندما يحاضر هناك يكون هناك اجتماع كبير جدا، فإن شاء الله نرجو أن يكون لنا فيه أجر موجود. وكذلك أنت تعلم أصحاب الدين عندما يدعون لأقربائهم قبل أن يدعو لأقربائهم يدعون لأساتذتهم أيضا. هل هناك يكون نعمة أكبر من ذلك؟ هل نعمة أكبر من ذلك موجودة؟ ولهذا يا ابنائي الوقت ليس بقصير، أنا أنصحكم لا تضيعوا أوقاتكم، تجعلون أمامكم أهداف. أنا أريد أن أكون مفسرا، أنا أريد أن أكون محدثا، أنا أريد أن أكون فقيها، أنا أريد أن أكون خطيبا، فلابد تجعل أمامك هناك، تجعلون أمامكم أهداف سامية عالية. ألم كم من علماء كبار من العلماء موجودون هناك، ما جاء هناك أي عالم في الدنيا فهو كان عالما عند الولادة، ما في. مثل ما هؤلاء اجتهدوا أنت أيضا يمكن أن تجتهد، ممكن أن تأتي تصل إلى هذه، ولكن هذا يريد منكم الإخلاص والمحبة والشوق والرغبة وعدم ضياع الوقت، الاستفادة من الأساتذة، الاستفادة من الكتب، الاستفادة من المشايخ. هذا لابد من ذلك. فنساه نحن سمعنا، هذه كل نساء كانت عظيمة، كيف يمكن أن تجد هدفك؟ هذا
طریقہ واحدہ وہ الاجتہاد وعدم زائد وقت وہی یقون صداق صدیقوں کا الکتاب وکذالک اصدقاؤ کا رجال صالحین الصحبہ لصحبہ ہونا کا یقون تاثیر لا تصاحب الا الذی یقربک الی دراسہ یقربک الی الدین یقربک الی الجنہ تب تید الذی یومن کن حالی اشیاء تب تید الحال اذا فی الدنیا وکذلك فی الاخرہ المرء ما من حب لابد تحب الصالحین تحب المجتہدین تجلس مع المصلین الذين يصلون في صف الاول الذي دائما يقرأ القرآن الذي دائما يذكر الله هذا أوصي نفسي وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بتقوى الله وكذلك الحمد لله قال سمعتم هناك نصائح ولا بد هذا الشيء المهم جدا ان نعمل بما سمعنا اذا عملنا هذا لنا خير في الدنيا والاخره اما اذا ما عملنا هذا يكون شر لنا في الدنيا والاخره العلم يكون حجه علينا لا يكون حجه لنا كل ما نتعلم فاول من يعمل بهذا العلم انت انا لاننا نسال هل ما علمت عملت به او ما عملت الان كلنا تعلمنا كيف نحن نصلي اين نصلي متى نصلي نجتهد كيف نجتهد هذا كله ولكن على باقي العمل واخيرا اشكر جميع الطلاب الذين اجتهدوا في هذا البرنامج وساهموا وخاصة الطلاب القائمين بهذا النادي الأدبي وعلى رأسهم الشيخ خالد محمود الحذيفي الله يجزي خيرا الذي كان معكم دائما وكذلك المشايخ الكرام الذين آتونا الوقت الذين قالوا يأتونا في كل أسبوع في كل شهر في كل مسابقات وكذلك إدارة التعليم وكذلك إدارة الجامعة الذين ما بخلوا في أي شيء أي حاجة كان عندنا موجودة نحن قلنا لبوا أجابوا وجزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.